السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم معايا في عدد جديد من طيب معايا على قناة النهار. تحية كبيرة لكامل الفريق التقني اللي مرافقيننا اليوم. نقولكم إن شاء الله راكم بخير لاباس مهنيين ومستعدين باش تشوفوا الوصفات اللي اختاريتها لكم نهار اليوم. قبل ذلك نرحبوا بالممولين الحاضرين معنا من طون كاب دو فير، ومعنا كذلك عجائن سوسيمي اللي راح تشوفوا معنا عدة وصفات بهم، ونقولكم لو منو اللي اختاريتو أنكم تطيبوه معايا نهار اليوم. إذا اليوم راح نديرو اون بوغي اللي راح يكون فيها شوية تاع لاكروفيت، وباش نكون اقتصادية لاكروفيت اللي راح نطيبو بها راح تكون لاكروفيت كونجلي. وفي وصفات لاحقة نغيرو، دونك كنا درنا اقتصاديين نديرو وصفات أخرى كما قلت لكم تخبيوها حتى تكون الأمور ميسرة. راح نديرو كذلك مقبلة بالطون اللي راح تكون لاموس أو طون ولا دي فيغين لاموس أو طون. أما التحلية فراح تكون عندنا تيراميسو أو سيترون، يعني ماشي تاع الشوكولا اللي متعودين تشوفوه. نعطيكم المقادير. اذا اول شيء راح تكون معنا اكيد لا بوري، بون دوك نحطها لا بوري. كنت سبقت غسلت البطاطا مليح، قطعتها مكعبات، غليتها في الماء والملح، درت لها شويه تاع الزيتره، طابت، صفيتها تماما من الماء، ما خليتش فيها الماء تاعها، رحيتها غير بليكراس بوم دو تيغ. كما دائما نقول لكم ما نستعملوش الميكسور ولا ترحيوها بلو باتور، إما لو باتور ماشي لو ميكسور. ملح، فلفل كحل، درت لها واحد النص كاس تاع لا كريم فريش، شرحيتها مليح، ودرك نشوفوا واش راح تحتاج. راني مجدت لها كاس تاع الحليب، نشوفوا لا كانت تسحق ولا ما تسحقش. عندي كذلك هنا كميه من الجلبانه، عندي حبه تاع بصل كبيره، عندي حبه فلفل الوان اللي ما نستغناش عليه، عندي الثوم، عندي فروماج، عندي حبه تاع البيض، كميه من لا مارغارين، معدنوس، وقلت ان باكي تاع الطل تاع لا كروفيت. اذا نشعلوا لو فو تاعنا ونبداو الوصفه الاولى. هنا راح نحط المقله اللي قليت فيها الكميه تاع لا كروفيت اللي راه فيها ديجا لي سوك تاعها ولا البنه تاع لا كروفيت، راهي في المقله دونك ما نرميهاش. في نفس المقله هنا كنت درت شويه زبده وشويه تاع الزيت، وقليت نص باكي ولا اكثر تاع لا كروفيت بالملح وفلفل كحل، صفيتها دونك في الزبده اللي تقعد فيها. راح ندير كمية من البصل باش نسوطيو الجلبانة تاعنا. بسم الله، ونستعمل استقبلوا معنا رونق من الطرف. الو رونق، اهلا. احلى 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 ليلة. يعيشك يا رونق، اليوم حكمتي، عندك شحال ما بنتيش دوك لازم تخلفيهم. عجبين اكيد ليلى، وش حوالك؟ لاباس والله بخير، وانت لاباس عليك؟ والله بخير عليك ليلى، الولاد ما عليهمش لاباس. والله ربي يهنيك كل بخير الحمد لله. يا رب منوره سريسه ليلى. والله ربي ينورك، انتم اللي والله النور نوركم. يعيشك ربي. شفتي الصداقي هكا نحبك متواضعه هكا، الله يبارك ما شاء الله، ما عندي ما نقول فيك انا. الله يعيشك، شكرا والله، احبكم الله احبب فيما احببتوني فيه. عايشك كاش ما تطلبي مني يا رونق؟ ربي ينورك ان شاء الله. يعيشك انا وياك، كاش ما تطلبي مني؟ فيها جلبانه العشيه ليلى؟ نعم فيها جلبانه العشيه. مش جلبانه، عندنا اون بوغي اللي فيها شويه جلبانه، فيها شويه جلبانه، فيها كروفات شويه شويه. أيه. مش حاجه كبيره باش نغيروا. أيه. نبقاو دائما في الاقتصادي لكن شويه تغيير. لا 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 مليحه مليحه، اكله الصيف مليحه. وي اكله خفيفه. اكله خفيفه، ربي يوفقك الليل. ربي يعيشك وشكرا لاتصالك. ربي يوفقك، نحيي الشيف امين، نحييه ياسر ياسر، نقول له رونق تحييك تطارف. ان شاء الله يكون في الاستماع، مرحبا بسؤالك. عايش. نحيي ايمن تطارف ميسن، تحيه الحاجه ام رفيق نحييها بالبزاف، ام سيرين فله تسكيك، ام زكريا، ام حمزه نحييها بالبزاف، ليكيب اللي يتواصلوا معي كامله، كل من يعرف رونق بدي ولا جارتي نحييها ياسر ياسر، مريم اختي معنابه نحييها بالبزاف، راهي تسمع فيك دايما. تحياتنا لها. ياسر ياسر، وربي يعينك وربي يوفقك. الله يسلمك، وتحياتنا لكم الناس اللي حييتيهم، وبارك الله فيك انك ما تنسي حتى واحد، شكرا لك. شكرا رونق، انقطعت المكالمة، بارك الله فيها. ورونق تحرص على أنها تكون أول متصلة في البرنامج، ربي يحفظك يا رونق، شكرا لاتصالك. ألوغ، في نفس قلت الزيت ونفس المارغارين، درت فيها البصل ودرت فيها سنة تاع الثوم، راح نزيد عليها كمية من الزيت باسكو ناقصة. لو فور تاعي راهو مشعول باسكو البطاطا تاعي تعاود تدخل للفرن باش تتحمر.
الوغ الثوم والبصل في شويه تاع الزيت وشويه تاع المارغارين قلت لي سبق وقليت فيها لي كروفات. راح نزيد عليها كذلك حبه تاع فلفل ونخليها تدبل شويه ومن بعد نحطوا فيها الجلبانه تتصوطى. الوغ البطاطا تاعنا قلت غليتها في الماء والملح، رحيتها جيست قلت بهاد لي كراس بوم دو تير، درت لها شويه، درت لها فوق النص تاع لا كريم فريش، قلت نشوف اذا كانت تحتاج ولا ما تحتاج، فيها زبده وفيها كريم فريش دونك راني نشوف لا تيكستور تاعها ما تحتاج، نخليها كيما راهي. دونك ما نزيدلهاش الحليب، نحي الحليب وندير لها الكميه تاع لو فرماج. هنا لو فرماج نتوما ومقدوركم، يعني كل واحد كاش يحب. ماذا بكم تخدموها وهي سخونه بيان سور. نستقبلوا معانا ام عبد الله مرويبه. اهلا ام عبد الله، بسم الله. كيفكم؟ واش راك يا ام عبد الله، لاباس؟ والله غير لاباس الحمد لله. كي مليحه؟ ولا الحمد لله. واش راه عبد الله وشام الاولاد؟ ولا غير لاباس يهنيك. والله غير لاباس الحمد لله. بيدومها نعمه ان شاء الله. واش راكي مفرحتهم؟ امين امين. كيف فرحتهم في الكوزينه؟ نعم. قلت لك راكي مفرحتهم ومزهيتهم في الكوزينه. والله راني فرحتهم ونقول لك نشكرك على الرز اللي درتيه وراني سييته وجاني ما شاء الله. الله يبارك. صحتك انت اللي شاطره اكيد. ايه سييته والله جاني ما شاء الله. الله يبارك ويعجبهم. وهذه هي ربي ان شاء الله ربي يخلي لك صحتك ان شاء الله. الله يسلمك انا وياك ان شاء الله. بارك الله فيك. انت اللي شاطره قلت لك وانت اللي فحله. ايه والله غير شوفي شوفي اذا حبيت نقول لك ديري خبز تاع التاكوس. خبز التاكوس دوك ندخلوا ايه. في دوك ندخلوا في الساندويتشات ايه. باسكو انا هذاك الخبز نشريه حبيت نديره في الدار خاطر غالي شويه. ماشي غير غالي، فيه مواد حافظه وماهوش جديد ايه. دونك نديروه بيدينا في نفس النهار يخرج لنا خبز ايه. ما شاء الله ونديروا لا كونتيتي اللي حبينا وما تسقامناش غير برط الفرن ايه. يعطيك الصحة. الله يسلمك. خلاص اقرب وقت ندير لك التاكوس، نديرو لك بالخبز بلا فخس ان شاء الله. ان شاء الله ربي يعاونك يا خويا. الله يسلمك. شكرا حبيبتي. مع السلامة. مع السلامة. بارك الله فيك. سلمينا على الاولاد. عيشك. يسلمك عليك على خير. شكرا. مع السلامة. مع السلامة حبيبتي. الوغ نرجعو، قلنا البطاطا تاعنا سي بون، فيها لو فخوماج، فيها شوية كخام فخيش، فيها زبدة. ولا تكستور تاعها راها مليحه ما نزيد لها والو. راح ندير لها فقط شويه ملح وشويه تاع فلفل الكحل. الوغ نعاود لكم باش هكا ما تتبحروش كي نستقبلوا المكالمه ولا باش ما تتلف لكمش وين كنا. دونك قلت درت حبه بصل، درت لها الثوم، درت حبه فلفل احمر، شويه زبده وشويه زيت، يحطوا شويه ونصوطيو فيهم الجلبانه تاعنا اللي كان سباق وغليتها. نتوما غلوها ولا فوروها. الوغ نديرو شويه ملح وشويه تاع فلفل الكحل. نستقبلوا فاطمه متبسه. الو فاطمه. ألو. اهلا فاطمه. بخير. مساء النور. لاباس وانت بخير؟ لاباس عليك. لاباس والله الحمد لله يهنيك. وانت واش حوالك؟ لاباس والله لاباس الحمد لله ربي يدوم. والله عييت باش حكمتك. نفس المشكل كامل ما يقولوا لي رانا نعيط وما نش نحكم. الحمد لله حكمتي اليوم. انتي لاباس والله الحمد لله. اخي اللي معاك لاباس مسقم الكلمات والله الكلمات. كل بخير راهم لاباس عليهم. سلمينا عليك. وبما انك لباس. طولتي باش حكمتي يلا اليوم قولي لنا كاع واش كنتي حابه قبل ما تحكمي. والله حابه نهضر معاك وحبيت نشارك معاك. مرحبا على العين والراس. عايشك. فسعيده باتصالك. ربي يعيشك ويهنيك. امين. انا وياك ان شاء الله. امين. لاباس عليكم. الحمد لله. قولي لي كاش ما مجربه وصفات معانا كاش ما خصك وصفات نشوفك طيبي في الجلبانه. اي جلبانه حنخلطها مع لابيغي اليوم. شفت انا كي عم قلت لك واحد المره قلت لك انا ما ناكلش الحاجه الخضراء. اي صح انت اتصلتي بيا وقلت لك درت لك سلطه بعد في ذاك النهار كان باذنجان طايب والفلفل طايب. اي قلت لك ما ناكلش الخضراء مريضه ما نقدرش. ربي يشافيك. ربي يشافيك شافي جميع الناس. غير بس ديري لي الكروكي. ودرت لك الكروكي ان شاء الله كنتي شفتيه.
ما شفتوش راني ياسر في القناه شويه عندنا ريح ما نحكمش ما شفتيش الكروكي. شوفي معليش دخلي في مباشر النهار على الفيسبوك تبي كامل الحلقات اللي فاتتك اكتبي الكروكي تخرج فيسبوك. ما عندكش فيسبوك معليش كي تقطعي نعطيك الوصفه كتبيها بصح والله درتو على جالك وانت طلبتيه وعدتك ودرت لك الكروكي معليش تقطعي نعطيهولك نفهمك معليش لاباس عليك والله الحمد لله يعيشك بارك الله فيك والله يا ممكن إهداء تفضلي دار دارك إهداء الله فامي في تبسة ولا تبسة الدراري اللي نجحوا في الزيام مالي كل شيء مبروك إن شاء الله ما أكثر اليسرى بوق الطاية الأميدية بوق الطاية بريق عطل عظيم تحياتنا لكل عائلة بوق الطاية وين ما كانت بيحنيك وتحياتي كل المستمعين ليك والعائلة نتاعك والكليب اللي معاك والشيف امين بارك الله فيك وسلامك وصل ربي يعيشك ودرك نعطي لك الوصفه شكرا لاتصالك يعيشك ثاني نسمو الصحة ممكن صيف سعيد نصا الصيف وكل هنا والخير تحياتي الاخوات في غزه ربي يصلح ان شاء الله خيوتنا في غزه ان شاء الله يا ربي ينصرهم امين امين تحياتي كل المرضى كل الطاقم النهار ان شاء الله راهم كامل في الاستماع اللي حييتيهم وطاقم النهار كذلك راه يحييك وشكرا للمكالمه الحلوه ديالك وربي يشافيك ان شاء الله سعيده صحه صحيتي شكرا بارك الله فيك اذا صطيت الجلبانه تاعي في شويات على البصل والفلفل احمر مقطع رقيق ودرت كذلك الثوم الجلبانة تاعي كانت مغلية من قبل وحنديرو شوية على مارغارين في البلاطو تاعنا كي العادة باش ما تحصلش ما يتلصقش عفوا وراح نخلطو كامل المكونات داخل لابوري هاديك مازال ما درناش فقط كمية تاع لاكروفيت قلت اللي كنت قليتها راح نقطعوها خليها هنا الوغ هنا هذه هي لا كروفيت قلت ان باكي قسمتو على 2 نص خليتها بور لا ديكوراسيون والنص قليتها هي تتكمش اكيد دونك نقطعها ونضيفها للخليط بسم الله بيان سور لي سوك تاعها ما نرموهمش نزيدوهم للبنه نقطعها مكعبات رقيقة باش ما ديرونجيناش كي ناكلوها القشرة تاعها ما رميتهاش ناخذ فاصل قصير ما تروحوش بعيد بقاو معنا كل المقادير هنا في هذيك البطاطا اللي كنت رحيتها خلطت هذوك لي كروفيت كذلك اللي قطعتهم دونك خلطت كل شيء مع هذيك لا بوري تاع البطاطا اللي كان فيها لو فرماج وكان فيها لا كريم فريش بيان سور ملح وفلفل كحل شوفوا لي كولور اللي فيها ما شاء الله الوغ كلش مخلطه هنا وخلينا هذوك الحبيبات بور لو ديكور هذيك الحبه تاع البيت كسرتها باش ندهن بها الوجه الوغ نيطالي هاد البطاطا نسويها ما تجريوهاش بزاف تقدروا تزيدوا اي خضر تحبوها نستقبلوا معنا عبد الجليل من تلمسان الو عبد الجليل الو السلام عليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا واش راك عبد الجليل لاباس واش راك سي لاباس الحمد لله واش حوالك انت واش حوال الوالده ولا بخير واش راهي الوالده الكريمه بخير الحمد لله لاباس يهنيك وانت لاباس عليك الحمد لله الحمد لله الحمد لله في نعمه ان شاء الله وعليكم يعيشك والله بخير طول ما نتوما بخير وتتفكرونا وتعيطونا الله الصحه الوصفات الله يسلمك واش عجبك ما شاء الله الله يبارك الله يسلمك الله ينورك الله يعيشك يا اخي الكريم والوالده معاك تتفرج
الوالده مسكينه تمشي ترقد هكذا. اه الشفاء العاجل ان شاء الله يا ربي يشفيها وعافيها. راك موانسها راك موانسها. ايوا الحمد لله. الحمد لله ربي يقدرك ان شاء الله في ميزان حسناتك. بارك الله فيك على الوصفات وربي يعاونكم ويسلم على الاهل. الله يسلمك بارك الله فيك. شكرا لاتصالك اخي الكريم. عيشك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الوغ دهناها بالبيض باش تعطينا واحد لا دوغيغ تكون شابه. ندورنا عليها لا كروفيت بهذا الشكل ونرشوا عليها كذلك شويه تاع لو فرماج غابي وندخلوها للفور ونتهناو من لو بلا برينسيبال تاعنا. هكذا نحاولوا في الوسط فوالا هكذا لو بلا تاعنا خلاص سي بون ندخلوه. لكن توجور نمسحوا له لي بور قبل ما ندخلوه باش ما يتحرقناش. وندخلوه حتى يتحمر ويعطينا اون بيل كولور. يلا بسم الله. دخلنا لو بلا للفور دونك نستناو حتى يتحمر ونخرجوه ونعطيكم المقادير تاع المقبله تاع نهار اليوم اللي هي لاموس او طون. دونك لو طون اللي حاضر معنا كاب دو فيغ. هنا عندي بسكوي مالح رحيتو. هنا عندي 200 غرام تاع فورماج تخيروا اي فورماج تحبوه. هنا خليت حبات من لو بسكوي هذا الزيتون للديكور. وعندي علبه تاع لو طون راح نصفيها من الزيت. وهنا كذلك 200 غرام تاع لا كريم فريش سبقت وطلعتها باش نربحوا شويه الوقت. هذا راح نصفيه من الزيت. مستقبلوا معنا رؤوف من البليده. الو رؤوف. الو الو. اهلا رؤوف لاباس؟ واش راكي شاف؟ لاباس بخير وانت؟ لاباس راك بخير غايه؟ والله الحمد لله. وانت رؤوف راك مليح؟ والله الحمد لله. انا عيط نسقسي لك من غير تسقسي عليا. يعيشك بارك الله فيك. كنت فكرتك تمولي الكبده ياك. ايوا ما درتيها ليش ليه ما درتيها ليش؟ مازال نديرها لك ان شاء الله ما تتقلقش. ندير لك راك مقلق وقال لك الكبده مازال مخبيه في كونجيلاتور تاع العيد. انا حاوها انا حاب ناكلها خليتها. شوف مالا خلاص غدوه ان شاء الله نوعدك غدوه ان شاء الله ندير لك الكبده مشرمله لك طالبها مني اكثر من مره. اسمح لي برك. هاي الله يسمح لي وراكي بخير. والله الحمد لله وسما في بليزيغ انك انت اللي اتصلت اليوم ماشي الوالده. ايه الله يعطيك الصحه. أي تسقسي عليك ما تقوليش تسقسي عليا وانا نسقسي عليك. يسقسي عليك الخير وليدي ومرحبا بك اي وقت يعيشك. ووعد مني اسمح لي غدوه ان شاء الله باذن الله غدوه الكبده المشرمله. نديرها في خاطرك ان شاء الله هكا باش ما تزعلش مني. هاي خلاص. بارك الله فيك شكرا لك. بارك الله فيك. سلم لي بزاف على ماما. يبلى. يعيشك شكرا شكرا لاتصالك. هنا خديت 200 غرام تاعي تاع لو فروماج. حطيتها في الاشواح. هنا حبيت نخلي شويه طون بور لا ديكوراسيون. ودرت باطا كبيره تاع لو طون بعد ما صفيتها من الزيت اللي كان فيها. يعني الزيت ما نستعملوش في هذه الوصفه. خليوها هنا تسحقوها. دونك نروح نرحيه. وقلت عندي كذلك 200 غرام تاع لا كريم فريش طلعتها كيما راكو تشوفوا معايا بالباتور زوج دقائق وهي طلعت. بسم الله. لازم ينعم مليح لازم يولي ما يبانش الطم ما يبقاوش الحبيبات. فوالا نروح هاد لو طون لاموس اللي درناها تاع لو طون اللي رحيناه مع لو فروماج نزيدها فوق هاد لو ميلونج غير بشويه فوق هذيك لا كريم اللي فويتيتها غير بالعقل. نستقبلوا معنا حياه من غايه. اهلا حياه.
الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واش راكي حياه؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش راكي انتيا؟ والله الحمد لله يسقسي عليك الخير. وانتي يا بخير؟ صوتك هايل دائما فرحان. الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله. ربي يدومها نعمه ان شاء الله حياه. يسلمك يعيشك. واش راكي انتيا؟ قولي لي واش دراري راكم بخير يهنيك. قولي لي انتيا واش راكي؟ واش راكي مع الكوزينه؟ واش راكي مفرحه الدراري؟ واش خصك؟ قولي لي راني هنا. والله غير راني عقابها. كي عقابها؟ قولي لي واش جايتك صعيبه شويه مع السخانه؟ ولا غير سخانه بزاف. شتي وقتها وقتها هي. شوفي والله غير انا ملاحظه لحقنا حتى لهذا الوقت باش نطلقت. لا كريم تاع البارح شحال جاب لي. جربتيه؟ جربته اليوم درته. يعطيك الصحه بصحتكم. شتي صحي صحي فيه بنان وفيه التمر وفي شويه تاع العسل. ايه والله صغبي والله حاجه ديروها بيديكم وتخرج كونتيتي. انا هذه ثاني كنحبها. انا نحب كي نخرج كونتيتي ناكل ونوكل. والله الله يبارك بصحتكم. بصحتكم سما في بليزير. واش خصك ثاني قولي لي؟ لا لا ما خصني والو. راني نشوف راني نتفرج فيك. يعيشك بارك الله فيك. نتعلم شويه. تعلمي معنا وعلمينا كي تقعد عندك وصفه شابه. انت ثاني فيدينا بها. حنا ثاني مازال نتعلموا. ايه صح. قد ما نعيشوا في الدنيا هذه نتعلموا. والله وكل والله. واحد وطياب ما كاش اللي يعرف حتى تدينا الدنيا وحنا مازلنا نتعلموا. هذا ما كان. صح هذا ما كان. هكذا تكون عندك كاش وصفه عيطي لنا ما تبخليش عليا. ان شاء الله ان شاء الله. هيا خليك هيا تبقى على خير وربي يعاونك. الله يعيشك. شكرا لاتصالك. مرحبا بناصر ويبا. تعيشي حبيبتي. صح. الوغ شفتوا معنا خلطتوا غير بالعقل هذاك لاموس تاع الطون. درناها غير بشويه. لاكريم كانت مخفوقه ودرنا شنو لازم يكون كلش بارد. وحنايا راهي سخانه دونك نخدموها وكل حاجه تكون بارده. لاكريم فويتي تاعكم تكون في الفريجيدير تخرجوها حتى دقيقه الاخرى. كل حاجه تكون بارده وخدموا بعقلكم. اذا هنا راح ندير فيها البيسكوي المالح. بسم الله اللي رحيتو. هنا اليوم ما حبيتش باش نطيب لكم. كنت راح نديرها كيش من بعد قلت راهي سخانه. شكون راح تدخل الكوزينه اليوم؟ اليوم ديروهم دي فيغين سامبل ومره خلاف ان شاء الله نديروهم. لو هنا نقدروا نديرو كيما راه سينو نديرو في اون بوش. ونستقبلوا معنا مليكه من معسكرال. ومليكه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كي راكي اختي؟ لاباس الحمد لله. وانتي يا اختي؟ كي راكي دايره شاف ليلى؟ الحمد لله بخير. راكي منورتنا القعده يعني مع هذا السخانه مع هذا يعني نقول لك راكي منورتنا البيت والقعده وبهذه الكيفيات. الله يسلمك. والله انتم كيما العاده كيما العاده مداري موالف نتصل بيك ويعني ما عندي حتى سوى الشكر. و الله يعيشك. تعني تعيطي لنا غير باش تشكرينا وتوانسينا. والله يطول عمرك ان شاء الله. يعني انا عندي يعني حاجه قليله وين نتبع حد لكن انت جذبتيني. يعني المعامله التواضع تاعك ما شاء الله ما شاء الله. الله يسلمك. يعني والله يحفظك. الله يعمرها دار. الله يعمرها دار. يسلمك. شكرا. الله يحفظك يحفظ لك وليداتك. امين واياك ان شاء الله. لك في يديك هذوك تبارك الله ذوك الرائعين. الله يسلمك. شوفي غير دعوة الخير هادو تسوى عندي الدنيا وما فيها. ربي يحفظك. والله يا اختي العزيزة نورتيني. كامل 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 كاع العملاء تما اللي واقفين على هذه القنوات. يعطيهم الصحة اللي كيف تاعهم. والله يحفظ كاع بلادنا والله يحفظ ولادنا والله يحفظ الجميع ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شوفي هذه الدعوة تسوى الدنيا وما فيها. شنو نقول لك؟ ربي يطول عمرك ان شاء الله. آمين. ويعطيك صحتك. امين. ويخليك لينا ان شاء الله. امين 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 يا ربي الكريم يا ربي الكريم. ويحفظ بلادنا يحفظ بلادنا. هذا امين. شكرا. انا حافظه لبلادنا ان شاء الله. الله يحفظ بلادنا. يعطيك الصحه. بارك الله فيك. شكرا. نخليك نشوف المقبله ان شاء الله كي تخرج. ان شاء الله. تحياتنا للناس معسكر ما ننساوهمش. تحياتنا لهم. شكرا شكرا. صحة السلامة. ربي يعاونكم. امين. دوك نعاود لك باش تشوفي معنا واش درنا. الوغ درت مغرفه تاع البيسكوي صالي اللي كان في لو فون. درت هذيك لاكريم درتها في لابوش برك باش تجيني ساهله. هذا ما كان. قلت نتوما كي تكون بارده راح تجيكم دي غوزاس لكن انا راهي سخونه. نتوما ديروا لا كريم فريش بارده راح تجيكم اكيد خير مني. وعاودت لو بيسكوي ونزيد نعاود نفس الطريقه لا كريم يعني حتى يتعمر لا فيغين بهذا الشكل.
مقبله كنت راح نحكي لكم على القشور تاع لا كروفيت مرميتهاش، كان لو فور ديالي سخون، دخلتها فوق ان بابي كويسون وخليتها تنشف حتى نشفت لي بهذه الطريقه. شوف هادوما القشور تاع لا كروفيت، كي تنشف لكم هكذايا ترحيوها وتولي لكم ايبيس، تولي لكم طيبوا بها لي صالي تاعكم، تاخذوا مغرفه منها وديروها في لي صالي تاعكم، يعني القشره ما ترميوهاش، حمصوها في الفوق ورحيوها. ونستقبلوا معنا ام فاطمه من وهران. الو ام فاطمه. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله، كي راكي اختي؟ الحمد لله، كي راكي بنتي؟ الحمد لله، راكي لاباس؟ هنيك لاباس، وانت كي دايره؟ بخير، لاباس عليك؟ الحمد لله. كي راها وهران؟ غايه لاباس. كاش حمام؟ حمام شويه شويه وقتها مع الله. شوفي شوفي والله المكتوب الله، كعليش يعني نعيط لكم ما قدرتش هنا. شوفي سبحان الله العظيم، قبرتيني في النهار. قبرتك في النهار، مرحبا بك. على شوف امين باش نهضر معاه. هي تلاقيتيني يعجبني هذيك الحضره تاعو، يقول لي يا الحاجة ادعي لي بالخير. انا تدعي لي. يا تعرفي شحال يعجبني. انا تدعي لي ماشي غير ليه. هو يكون يقول انا ندعي لبنتي. والله كان قال لكم يعطيكم الصحه. الله يعطيك الصحه. لا شوفي الصحه هي تسوى الدنيا وما فيها. والله هي ها كل شيء الصحه. وي بصح حتى انت معنا ان شاء الله، ربي يخلي لك صحتك. امين يسلمك يسلمك بنتي يسلمك. بارك الله والله تعرفي انا نتبعكم، انا ماشي طبعا طيب غير نشوفها نطيبها، نشوف هنا نشوف الشروق نشوف نبغي. نبغيها كنشوف. عندك اللي طيب لك؟ نجمع عليها نديرها. صح. وعندك اللي طيب لك؟ معك العرايس؟ معايا بصح ماشي معايا، كل واحد داير دارو. معليش، ربي يخلي لك صحتك ان شاء الله وطيبي لروحك. والله هما مخلوعين، يقول لي كيف تشوفي وتروحي ديري لنا بالخف هذيك الحاجة. نديروها ندوقهم. الله يبارك، يعني باش هما اللي يدوقوك انت هي اللي تدوقيهم. انا ندوقهم. والله. انا ما دابا نجي عندك ندوق. سمعتي؟ مرحبا بك. انا جاي مرحبا بك. انا جايه ندوق. ضيفيني كما كتضيفي عريساتك، ضيفيني معاهم. مرحبا بك بنتي والله كيما هما. الله يسلمك، ربي يحفظك ان شاء الله كل اللي جيت وكل اللي دقت معاك. وليداتك مول الدار كاع العائله. كاع بخير الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله. مرحبا بسؤالك. والله العظيم والله كنت نقول بنتي، قلت لها دوك انا راني نتبع ليله. الله يسلمك الله يحفظك. شرف ليا والله، شرف ليا انك تابعيني. يسلمك، انا شرف ليا اللي حكمتكم. شكرا والله بارك الله يسلمك. الله فيك بهذه الدعوات تاع الخير، ما عندي ما نزيد نهضر. يسلمك بنتي والله، دعوي تاع الخير كاع مليح. الدنيا وما فيها. يشدك ولوليداتك ولعمرك. يحفظك، شكرا بارك الله فيك. يطول في عمرك ان شاء الله، لكي تولي هكا حنا كبار ونبغوا نستفادوا منكم. مرحبا مرحبا. حتى بصح حتى حنا نبغوا نستفادوا منكم. حنا نتعلموا، حنا ما نتعلموا. شوفي طونك رانا عايشين قلت لهم في الدنيا نبقاو غير نتعلموا. حنا نتعلموا. وي اللي عنده وصفه قلت لهم يفيدنا بها ان شاء الله. نيش انا. وهذا يفيد هذا وفي ميزان حسناتكم ان شاء الله. امين يسلمك تيفاني بنتي. الله يسلمك، شكرا لاتصالك الحاجه. يسلمك بنتي. بارك الله فيك، خلي لك صحيحتك ان شاء الله. الله يسلمك ولكاع الطاقم اللي سامعاك. الله يسلمك. ان شاء الله الله ينصر عزه ان شاء الله. امين بارك الله. الله ينصرهم. يعيشك، شكرا. أيه. بارك الله فيك، شكرا. الله يعاونك على خير. باي باي. سلامة. إذا هادو هما لي صالي اللي درناهم، بقات لنا خطوة خفيفة فقط تاع لو ديسار راح نديروه، كذلك لو ديسار تاعنا خفيف، دونك راح نديرو لو تيراميسو أو سيترون. ناخذ فاصل نعاود نرجع لكم. اللي طلعتها مع عصير تاع ليمون مع ثلاث مغارف سكر اللي كنت كذلك خلطتها مع 200 غرام تاع جبنة ماسكاربون. ما تتخلعوش جبنة الماسكاربون، راه كاين انتاج جزائري باسعار معقوله، ما راهيش غاليه. دونك الماسكاربون زائد 3 مغارف كبار تاع سكر غلاس زائد عصير تاع ليمونه زائد هذيك لا كريم 200 غرام كذلك اللي طلعتها بالباتر. الوغ درت كوش الاولى تاع لي بودوار، سقيتها بالسيرو ماء وسكر وشويه عصير ليمون، بيان سور ماء وسكر طايب. شربتها لا كوش الاولى ودرت الكريمه، زيدوا كذلك نفس الطريقه نشربوا لي بيسكوي ونزيدوا نديروا عليهم الطبقه الثانيه تاع الكريمه. الوغ هاد التحليات البارده توالي بزاف هاد النهارات تاع السخانه، والقارص يمشي كذلك بزاف مع الطبق اللي درناه. الوغ شربتها مليح ونستقبلوا معنا سعاد من معسكر. الو سعاد، اهلا. الو. الو مرحبا سعاد، كي راكي؟ لاباس؟
لاباس الحمد لله. كيف ديال شيف ليلى غايه؟ والله بخير، وانتوما لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله ربي دونها. واش اخبارك في الكوزينه؟ شويه شويه. شنو خصك؟ شوي شوي ما ندخلهاش بزاف. ما تبغيهاش؟ لا ما نحبهاش. شوي شوي ما ندخلش بزاف. بصح وخطره اخرى شكون يطيب لك؟ ماما طيب. ماما ربي يحفظها. بصح خصك تتعلمي نهار تروحي. شحال في عمرك؟ شحال في عمرك؟ شحال في عمرك؟ 16 سنه. مازلتي عندك الوقت، معليش نصبروا عليك شويه. بصح تولي تدخلي اوبليغاتوار رمضان الجاي تدخلي ان شاء الله. ان شاء الله. وشنو اللي ديريه بزاف شباب يجي على يدك؟ ندير هكا شويه، ندير هكا لي صالي. ولي صالي تاع اليوم عجبوك؟ لا هايلين عجبهم. جربيهم ان شاء الله. لي صالي تاع اليوم اللي فيهم لاموس وطون، تقدري ديريهم في ديكيش طيبي لي كيش مالحين، ولا تقدري ديريهم اونفيغي كيما درت لك انا نهار اليوم. ان شاء الله. ليلى نحبك نموت عليك. يعيشك حبيبتي، حبك الخير، بارك الله فيك. حتى انا نحبكم. يعيشك. راكي في القمه، راكي منورتي من الشاشه. والله حبيبتي النور نوركم. يعيشك والله كلامكم الحلو هادو، حتى ما نصيبش نهضر معاكم. ربي يعيشك حبيبتي. شكرا وربي ينجحك ويوفقك في كل ما يدين يا رب. قطعت المكالمه؟ راحت المكالمه. اذا شوفوا في هاد لاكريم تقدروا سواء تضعفوا المقادير، انا درت بلا كبير، سواء تحضروا كذلك شويه تاع لا شونتيي وديروها دي غوزاس من الفوق وكثروا فيها لو زيست باش تبان او سيترون. دونك نمسح لها برك لي بوغ ونخرجوا نشوفوا لو بلا تاعنا تاع لا بوري اللي كانت بشويه تاع لا كروفيت. قلنا نحبوا نديروا اطباق اقتصاديه شويه تغيير. الوغ عفوا هذه تحليه تجي هنا ونجيبو لو بلا. سي بون. بسم الله. وليك لو بلا لي كان اون بوري تاع بطاطا، قلت لي ريحتها عفوا ريحتها باليد، وزدت لها برك شويه تاع كريم فخاش، وزدت لها كذلك لو فرماج، صطينا الخضره اللي كانت جلبانه مع البصل مع حبه فلفل احمر مع دنوس. هذيك لا كروفيت كنا صطيناها مقشره بيان سور، صونطيناها الاولى، قطعناها مكعبات صغيره، خلطناها مع لا بوري ودرنا من الفوق حبه بيض دهنا بها باش تعطينا واحد التحميره شابه وما تطولناش البلا في الفوق باش ما يزيدش ينشف، ودورنا عليها لي كروفيت كما راكم تشوفوا ساير داير شويه تاع معدنوس، ولو بلا تاعنا راهو واجد. علوغ اليوم واش درنا مع بعض؟ درنا طبق رئيس، قلنا البطاطا بلي كروفيت مقبله، درنا لاموس اوطون اللي كنا طلعنا 200 غرام تاع كريمه خفقناها بالباتور ورحينا في الاشواغ علبه تاع طون مصفيه من الزيت مع 200 غرام تاع لو فرماج، رحيناهم بيان وخلطناهم مع هذيك لاكريم فويتي. قلت لكم خلوا لاكريم فويتي تكون بارده، كل حاجه تكون بارده باش تقدروا ديروا دي غوزاس. رحينا لو بيسكوي مالح، درنا كاول طبقه، درنا لاموس، زدنا طبقه بيان سور مع شويه تاع الطون فتت لداخل، وطبقه اخيره من لاموس. التحليه كانت تيراميسو او سيترون، درنا كاس فيه نص كاس تاع السكر مع كاس تاع الماء يغلي فوق النار وعصير نص ليمونه، شربنا به لي بودوار، وخلطنا كذلك 200 غرام كريمه مخفوقه مع 200 غرام جبنه ماسكاربون وعصير تاع ليمونه وثلاث مغارف تاع سكر كلاص طبقه بطبقه وشربناها. ان شاء الله هاد لو منيو يعجبكم. تحيه كبيره ليكم وصبرتوا معنا حتى خلصت الحصه، وشكرا لمكالماتكم اللي ما حكمناش، ان شاء الله مازال ايامات ويحكمنا ما تزعفوش علينا. وتحيه كبيره كبيره لكامل الطاقم الفني اللي رافقني نهار اليوم. شكرا.